بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب المرحلة الرابعة في قسم هندسة تقنيات الحاسوب، كلية الإمام الكاظم، فرع النجف، الأشرف. معكم المدرس المساعد زينب مصطفى لمادة التعشيق بالحاسوب. محاضرتنا لليوم هي السنترونيك بورت، البارلل سنترونيك بورت. بهاي محاضرتنا إن شاء الله راح نتعرف على السنترونيك بورت وطريقة العمل والكونفيجريشن سيركت اللي بداخله وكيفية ربطه بين الأجهزة، بين الحاسوب وبين الأجهزة الأخرى. أول ما راح نبدي نقول إنه السنترونيك بورت والار اس 232 والجيم بورت هي الأكثر شعبية بالربط بين الأجهزة. يعني عندنا السنترونيك بورت زين اللي هو نفسه نقدر نسميه البارلل بورت أو البرنتر بورت، نقدر نسميه اللي احنا نربطه مع، يعني اغلب الاحيان اكثر شيء نستخدمه لربط الحاسوب مع الطابعة الخارجية. ايضا عندنا الار اس 232 نقدر نربطها، وعندنا بالطابعات والمودمز والمايس، وعندنا الجويستيكس ايضا نقدر نستخدم البورتس الجويستيك بالالعاب. فاول ما راح نبدي اللي هو سنترونيك بورت، مثل ما ذكرت لكم نقدر نسميه انه البرينتر بورت او البارلل بورت. ليش بارلل؟ لانه احنا قلنا هو نوع من انواع البارلل كوميونيكيشن انترفيس مثل ما ذكرنا بالمحاضره السابقه. زين هسه نربطه، اكثر شيء قلنا نستخدمه ويا الطابعات، وكل حاسوب باقل شيء one such a port installed، يعني منصبين اقل شيء انه متنصب عليه هيجي بورت، انه راسا مباشره اقدر استخدم البورت بدون ما انصبه. The ports may come with the computer's motherboard or within a plug-in input-output cards. Adding more Centronic ports is easy and inexpensive. يعني احنا بنضيف اعداد اكثر من للسنترونيك بورت، زين راح تنضاف بسهوله وتكون رخيصه، ما تكون غاليه مباشرة، انه راح تصير يا اما هي مربوطة مباشرة ويا المذر بورد، او راح تكون انه عن طريق شلون البلاك نربطه. شلون تسمى سنترونيك بورت او المواقع الها اللي تسمى هي ال LPT1 الى LPT4. ال LPT هي مختصر الى Line Print Terminal. زين هذا البارلل بورت لازم يكون طوله قليل اللي هو اكثر شيء 5 متر مثل ما ايضا ذكرنا بالمحاضره السابقه. هسه البورت كونكترز البين كونفيجريشن، البين اللي نقول على البين كونفيجريشن اللي هو هذا احد اطرافه، والطرف الاخر اللي هو هذا. الطرف الاول اللي هو 25 pin female D type، والطرف الآخر اللي هو 36 pin pin female centronic type connector. هنا لازم يكون طوله تقريبا 5 متر، ما يتجاوز 5 متر، وعندنا centronic interface is not for long distance operations. ليش ما نستخدمه للعمليات او المسافاتها طويلة؟ سؤال لكم، هذا خلوا ببالكم. اوكي احنا شارحين من زمان وهستوني ايضا ذكرته. هاي هنا الكونفيجريشنز، كل وحدة رقمها وشنو العملية اللي تأديها. اوكي اي من عندهن اللي تنقل الداتا، واي من عندهن راح تصير كنترول او تعطيني الحاله اللي احنا فيها. كشكل برينتر ليد هو هذا شكله، هو هذا السنترونيك او البارلل بورت.
الانترنال هاردوير كونفيجريشن زين راح يصير انه هذا كله هنا مذكور. مجموعة من الايسيات راح تربط بهن، عندنا مجموعة اعازات يا اما داتا اللي هو هذا الداتا باس راح يدخل على الاي سي 1، ومن الاي سي 1 راح يخرج الى كجروب، لكن لازم يعطي انه الاوتبوت انيبل اللي ماخذين من الاي سي 3، وكلها تتحكم الاي سي 3 اللي راح تتحكم بالكنترول بالسيطره هي اكثرها. عندنا رايت كنترول وعندنا الكنترول جروب ذني اللي هي وحده من البنات. عندنا هنا الريد كنترول، عندنا رايت وعندنا ريد، وعندنا هنا ريد داتا مثل ما اكو هنا رايت داتا، عندنا ريد ستيتس الستيتس جروب. زين اهم ما بيها انه على مود اهم ما بيها انه السنترونيك بورت قلنا عليه انه باي دايركشنال بورت. اوكي باي دايركشنال ينقل المعلومات من والى، اوكي باتجاهين. لكن اذا كانت هذه الاوتبوت انيبل اللي هي بالاي سي 1 اذا كانت جراوند مربوطه للجراوند فراح ينقل لي المعلومات باتجاه واحد، لكن احنا هنا سوينا الاوتبوت انيبل مربوطه بالاي سي 3 اللي هي عباره هي اكثر الكنترول راح يصير بيها، فانه يا اما تحصل على الداتا وتنقلها مثلا من الحاسوب الى الطابعه او العكس صحيح راح يكون تنقل الاعازات او الحاله الستيتس اللي الطابعه بيها ترجع تنقلها للجهاز الحاسوب. طبعا هنا كل اي سي وكميه يعني التيار اللي تستخدمه والفولتيه اللي تستخدمها كلها تياراتها جدا قليله اللي احنا بدها تشتغل، فبالتالي السنترونيك بورت ايضا تيار ياخذه جدا قليل. اهم ما عندنا انه الجروبس الداتا والكنترول والستيتس. شنو معناتهن ذني كل وحده من عندهن؟ اهتم ذني تعريفهن مهمه. الداتا جروب اللي هي this sends data from PCs to external devices. It has 8 latched output lines and the group is associated with an 8-bit CPU port. The address is base address plus 0. اللي هنا أنا جد يقول بما معناه انه ينقل الإعازات او الأوامر ينقل البيانات من جهاز الحاسوب الى الاجهزة الخارجية، فلهذا السبب عنده 8 بت و 8 لاينز عنده على مود ينقل الداتا. احنا مثل ما نعرف البارلل اللي هي تنقل 8 بت على التوازي، الادرس اللي هي لها بلاس زيرو. الكنترول جروب يقول لك هنا this controls the operation of external devices. It contains four latched output lines which are from the computer to the device. The group is controlled by a CPU port having an address base address plus 2. هنا اللي دي يقوله انه هذه الكنترول جروب اللي هي راح تتحكم بكل الشيء اللي دا يصير من الحاسوب الى الاجهزه الخارجيه، فعدها اربع خطوط اساسيه. اوكي تنقل الاعازات من الحاسوب الى الجهاز الخارجي اللي هو فرضا الطابعه، واللي يتحكم بهذا الكنترول هو سي بي يو وحده المعالجه المركزيه بالحاسوب. الستاتس جروب The group is used by the computer to obtain the current status of the external device. It has, it contains five lines, which are directed from external devices to the computer. It's fed into the CPU port. اللي هنا الستاتس جروب اللي تنقل الإعازات أو الحالة اللي هي بها من الجهاز الخارجي
اللي هو فرضا الطابعه الى الحاسوب، الى جهاز الحاسوب، وراح مباشره تتغذى الى السي بي يو على مود السي بي يو يعالجها ويتحكم بها عن طريق الكنترول جروب، وبالتالي راح يصير نقل البيانات على حسب الحاله اللي بيها الطابعه. يعني ابسط لكم اياها، فرضا الطابعه ابتدت تنقل معلومات، تريد تطبع، والطابعه خلصت ورق، ايش راح يصير عندك؟ الطابعه راح تقول لك يابا انه الورق خلص، راسا راح توقف طباعه. من تجي تنطيها ورق ثاني وتقول لك كمل العمليه، الطابعه راح تكمل، واضح؟ او فرضا انه صار الحبر خلص، راسا الطابعه تقول لك يابا الحبر خلص، فاني ما راح اشتغل بعد، راح تعطي إعاز عن طريق الكنترول جروب للسي بي يو، توقف كل شيء، ما راح تكمل طباعة. واضحة هذه؟ ترى بسيطة جدا إن شاء الله. زين، هنا ال بي تي بيس أدرس، هنا الأدرس اللي أنا استخدمه، إحنا إيش قلنا؟ قلنا أكو طريقتين أعرف من عندها اللوكيشن. زين بالسي بي يو لهالبورت هذا او كم بورت انا عندي، يا اما عن طريق الهاردوير. زين ايش راح يسوي؟ باي ذا كمبيوترز بيسك انبوت اوت بوت سيستم، اللي هي راح تتم انه ديز وورد عباره عن كلمه من 2 بايتس متكونه. فال بي تي 1 الى ال بي تي 4 راح تكون اللوكيشن مالتها او الميموري، يعني الميموري لوكيشن هذا الها بهذا بهالارقام هذه. طبعا هالارقام مو حفظ لكن بس مجرد للفهم، الميموري لوكيشن. زين يا اما عن طريق ال سوفت وير، يعني معناتها هنا ايش عندي؟ راح يظهر عندي البيت، يقول هنا السنترونيك بورت، هذا الإعاز، هذا الإعاز هنا راح شو يصير؟ يا إما صفر صفر، أوكي؟ إذا صفر صفر انطاني بالبيت 7 والبيت 6، أوكي؟ فش راح يصير؟ معناته دي يقول لي ماكو سنترونيك بورت، ماكو أي بورت حالياً مربوط بالحاسبة. إذا كانت البيت 7 صفر والبيت 6 1، أكو سنترونيك واحد فقط. وهكذا انا هنا عرفت عن طريق الهاردوير انه عرفت اللوكيشن بالميموري، وعن طريق السوفتوير ايضا عرفت فاللوكيشن عندي، يجي يحسب لي البتات اللي هي هذه البتات. اوكي ان شاء الله لهنا كانت واضحة المحاضرة، واي سؤال عندكم بالمحاضرة الالكترونية او المباشرة بعد قليل نتناقش بها. شكرا جزيلا لاستماعكم، نلتقي قريبا.